لكن حتى لا أطيل نسمع فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية وفضيلة الشيخ صالح حسن، فليتفضل مشكورا مأجورا. الشيخ محمد عبد الفتاح عند المعالس تفضل. خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واحفظ مصارنا بلد الأمن والإسلام يا رب. الصلاة على النبي محمد تصل الفؤاد بخالق الأكوان. إن الصلاة على النبي محمد تصل الفؤاد بخالق الأكوان. صلوا عليه وسلموا وتحدثوا عن أحمد الممدوح بالقرآن وبهديه بين الأنام تحدثوا حب النبي، حب النبي سعادة الإنسان تشتاق عيني ترتاح عيني خير الورى طوبى لمن سعدت به العينان. توسلت بالهادي البشير محمد إلى الله
إلى الله في أمر تعسر حله رسول ومرسول إلى الخلق رحمة أزال ظلام الشرك مضل أهله دعا إلى الله دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق فلم يدانوه في قل ولا كرم دع ما ادعته النصارى في نبيهم وامدح بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا زائر العرش صلوا عليه يا زائر العرش يا عزازا وتمكينا فقت الملائكة جاها والنبينا أسرى بك الله ليلا من حرم إلى حرم لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين وتقدمت للصلاة فصليت والأنبياء جميعا خلفك في المصلين فإذا ارتقيت إلى ذي العرش منفردا عند الإله وقد ودعت جبريل وفي ليلة ما لقى في العمر ثانية ولا سواك نبي يكمل الدين وفي ليلة عاوزين نسمع يا اخوانا لو سمحت عايزين نسمع ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هنقعد نزيط مش هينفع عايزين نركز بس شوية يا اخوانا لو سمحت فضل سيدة فإذا ارتقيت إلى ذي العرش منفردا عند الإله وقد ودعت جبريل وفي ليلة ما لها في العمر ثانية ولا سواك نبي يكمل الدين
بنا وفي سدرة المنتجى والنور منطلق رفع الحجاب وعاينت الدواوين. حاضر. المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أشكل مين وأجدي وحالي الله وأقول لمين النبي غالي الله أشكل مين وأجدي وحالي الله وأقول لمين النبي غالي الله إيه اللي بدل أحوالي غير الغرام في رسول الله. المسك فاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح لما حضرنا أبي الزهراء. يا صاحب القبة الخضرة إلا علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضرة إلا علينا بالنظرة هز الهلال يا أبا الزهراء واعطي لكل محب منى. طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بحديثك قلت لابد في ليلي أرى. المسك فاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. حديث لجدك طمني وفي ذكره أفضل متهني حديث لجدك طمني والذكره أفضل متهني أنا من حسين وحسين مني يا ابني بنت رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يفتح عليك. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حقا
عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطر القلوب والألسنة بذكره.